السلام عليكم، انا خديجه من سي الطيبي. الله يجازيكم بخير. انا تنعاني بزاف من هذا سي الطيبي. اصلا هو ما معروفش اخويا، ما معروفش بزاف. تنعانيو من الماء، خاصنا مسافه ونمشيو باش نجيبو هذوك جوج بيليزات باش نشربو ميه ديال السقايه. خاصنا الضو، ما كاينش عندنا الضو. اللي تيقول لك تقول الرئيس خاصني ندخل الضو ولا خاصني هذا، تيقول لك من بعد. اصلا في هاد الارض هذه ما كاين حتى شي حاجه مزيانه، ما كاين حتى شي حاجه، لا زناقي لا حتى شي حاجه. هي هذيك تنعانيو من هاد القصدير. من تيجي الشتاء مجهده، راه كلشي تيدخل على الماء، تيدخل علينا حتى لداخل. بزاف اخويا تنعانيو بالبرد، تنعانيو بزاف من الصهد. ملي تجي الصادعة وتاني تيسخن علينا، ما كاينش زعما شي حاجة اللي تعوضنا، ما كاينش شي حاجة اللي زعما اللي غادي تفرح هاد الأم هادي المكلومة. أنا تنقاسي أنا بعدا تنقاسي بزاف، تنقاسي من ناحية المعيشة. ما كاينش مرة كتكون تلقاي باش توكلي وليداتك وعندك خمسة الوليدات، مرة ما تتلقايهمش، راجلي على قد الحال، مرة تخدم في البني، مرة ما تلقاش. فين غادي بنادم، كيفاش غادي يعيش في هاد الدنيا؟ أنا بعدا تقهرت تنطلب الناس يعاونوني، تيطلب الناس يعاونوني. عندي البنت مريضة ليا، عاوتاني من تيجيها الآلام وتكشي تنجربها في الطبيب، ولكن ما عرفش المرض ديالها. لحد الان عندي 13 عام وانا تجري معاه، ما لقيتش ليها العلاج ديالها. انا على قد الحال، والوضعيه هي غتشوفوها بعينيكم. انا ما تنخبي حتى شي حاجه، انا بغيت ربي يسهل عليكم وينوركم ويعطيكم ما تمنيتو. اصلا انا ما دايرين لينا اعتبار، اصلا حنا عايشين غير هكاك. المعيشه لا ماشي هي هذيك، الوضعيه ماشي هي هذيك، الصحه لا حتى شي حاجه. كتمشي للسبيطار تتبقى يقول لك تسناي ولا خذي رونديفو. واش هاد البنت غتسنى رونديفو؟ واش هاد البنت غادي تبقى تسنى تقاسي تلف في حياتها كامله باش تاخذ هذيك باش يعالجوها؟ ما كاين والو خويا، ما كاين والو، ما كاينش زعما شي حاجه هي هذيك، ما كاينش. حيت بنادم يلاه مكافي مع الوقت، ويقد يعيش وليداتو ويقد ما يعيشهمش، يقد يوكل هذوك الوليدات، يقد يغلبوا الوقت. كلشي تزاد، كلشي هادي، وانت تشوف كلشي، الوضعيه كلشي صعيبه بزاف. اللي دابا عنده راه ما يتسوقش لهادشي، ولكن حنا عايشينه، حنا انا عايشاه. انا ما نكذبش عليك،
انا من غير عندي من غير هذوك الوليدات، انا يتيمه ديال با وديال امي، انا هذوك الوليدات اللي طالع بهم، وديك البنيته اللي بغيتها تشاف عليا وبغيتها غير ربي يسهل عليا ونصلح غير هذا المحل. طالبه والو، انا ما بغيتهمش، انا ما يعطوني لا فلوس لا والو، انا بغيتو يتكلفوا ليا، الا بغيتو يتكلفوا ليا بالمحل يصيبوا الرسوم يصيبوا الرسوم. انا خويا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير البنت تشاف عليا، وبغيت تكون تعيش يعيش وليداتي في شويه بعدا ديال النقا وشويه ديال الامان. هذاك الشيء اللي تنطلب انا، ما كرهتش، انا كرهت نمشي لشي بلاصه نقيه، كرهت انا وليداتي يعيشوا بلاصه نقيه ومامنه. انا ما كرهتش اخويا، حق لا اله الا الله ما كرهت. كل سنة ما نسكنش أنا كاع هنا، كل سنة يا يحن عليا سيدي ربي ما نسكنش أخويا كاع هنا، ولكن أنت تشوف الوضعية أنا على قد الحال. أنا حق الله العظيم لما يدي ترقد عليا وما تهمنيش، ما تبقاش تهمني، أنا بغيت غير وليداتي يعيشوا بخير ويكونوا نقيين ويكونوا تا هما داكشي اللي محرومين، وحق الله محرومين بأبسط الحوايج. الا ما كيكه لا صايبتها اليوم انايا شي واحد المره تفرحوا يوليو تيغوتوا بالفرح، حيت محرومين بزاف الحوايج اللي كيعطونا الناس. ما نكذبش عليك، انا ما تنشري لا حوايج لا والو، حيت ما عنديش باش نشري ديهم. انا بغيت القبول قلوب الرحيم، والناس اللي تتحس بالضعيف واللي تتحس بينا لا تعاوني. انا ما بغيت لا فلوس لا ما نبغيش تولي لا لاباس عليا لا والو، انا بغيت غير محلي تصلح ولا زعما يحن مني شي واحد ونمشي شي بلاصه اللي مرتاحه على قبل هذوك الوليدات وديك البنيه المريضه. راه عندي داك الوليد التويمي تا هو عينيه مريضه ليه خاصو الترويض، ولكن الله غالب الله غالب اخويا، الله يجعل ربي هو يحن فينا، الله يجعل ربي هو يشوف من حالنا، والله يجعل الناس اللي قلوبهم حنينه وكتشوف هاد المسكينه يحن عليها، يحن عليها خويا، يحن عليها بزاف. ما كايناش حتى من ولد بديت تمشي يسولك تيقول لك فين زيد ساكنه، تيقول لك بصيت طيبي، تيقول لك فين كاين زيد سيد طيبي، ما معروفش حتى فين كاين، ما عاطينوش اعتبار اخويا، ما عاطينوش اعتبار. صافي الناس مساكن اللي ما فحالهمش راه تيجيو تيديروا بريريكات هنايا وتيسكنوا وصافي، غادي مع الوقت صافي هادشي اللي كاين. ما كاينش زعما ديك زعما المسؤولين راهم واقفين مع الناس، ولا خاصهم شي حاجه، راهم هما في استعداد باش يأديوها ليهم ولا حتى شي حاجه والو خويا. اللي عنده الفلوس راه كيدخل الضو خويا، وهذه البلاصه عشوائيه ماشي ملك. والماء خويا ما كاينش الماء، الماء اصلا كنا بعيده السقايه، خاصك تلا المسافه باش تجيبي جوج بوديزات، راه انت غتشوفهم تما محطوطين جوج بوديزات باش تشرب الماء. حتى شي حاجه زعما ما كايناش زعما اللي غادي كنعانيو بزاف بزاف، خاصك المسافه ديال الماء، خاصك الا بغيتي الضو تمشي لما لقيتي شي واحد يعطيه لك راه انت تضوي بالشمع ولا هذا، ما كاينش يا خويا شي حاجه. كنعانيو بزاف بزاف في هاد الارض السعيده، في هاد السيد طيبي اصلا ما معترفينش به. العام اللي جا تلقانا بحال هكا، العام اللي جا خويا اللي تلقانا بحال هكا، هاد الارض اخويا ما شفنا فيها والو، شفنا فيها القهر، شفنا فيها سميتو الدل، شفنا فيها الظلم، شفنا فيها العذاب، شفنا فيها اي حاجه. حنا اصلا مقهورين مع الوليدات ومقهورين مع هذاك، وتزيدوا قهرك بقلة الشي وبالمعاناة اللي تتعانيها هاد الساكنه ديال السيد طيبي بزاف. واخا تهضري واخا تدير ما كاينش اللي قاد، ما كاينش اللي يسول فك، ما كاينش اللي يعني زعما يسمع داك الصوت ديال الانسان ولا هذا راه متضرر. وعاد تيزيدوا يجيو يريبوا الناس، عاد تيجيو يريبوا الناس ويهلكوا الناس اللي ساكنين مساكن، عاد يكملوا ليهم الباقيه. وراه هما كيجيو المسؤولين، راه كيجيو هنايا الا كانت شي ترياب ولا كانت شي حاجه خاصه الدار راه تيجيو، راه ما شايفين كل المعاناه ديالنا وشايفين كل شيء، ماشي زعما غير احنا مدرقين عليهم. راه ما تيجيو اخويا الا كان هذا الا كان ترياب ولا كان شي حاجه شي صداع ولا شي حاجه راه تيجيو، وما زعما باش يسمعوا المواطن مالك انت خاصك ولا عندك محتاج هذيك الحاجه خصك تاديها ولا ما كيسمعوش لك. واخا الوعود الكاذبه هذه هي اللي كاينه صافي، ما كاينش شي حاجه اللي زعما
اللي كتستحق بانك تتقدر هذاك الانسان ولا هذاك الانسان اللي مظلوم ولا محروم من شي حاجه اللي تعاونوا. ما كاينش اخويا. والله تنطلب الناس، انا بغيت ربي يسهل عليهم ويعطيهم ما تمناو ويعطيهم كل خير باش يساعدوني انا في الوضعيه ديالي، صعيبه بزاف. اي غير المحل ديالي، انا ما بغيت لا مال لا حتى شي لا جاه لا والو. انا بغيت غير بنتي تشافى ليا، يشوفوا المرض ديالها ويشوفوا الوضعيه اللي انا عايشه فيها، وبغيت ربي يسهل عليهم ويحن عليهم وكل ما تمناه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.